يعني انا في يوم من الايام يتصل بي احد وزراء التجاره السابق في زمن النظام، يقول انا اريد اقدم خبرتي مجانا، هاي مساله البطاقه التموينيه انا صاحبها، انا مسؤولها، انا نجحتها في فترات والامم المتحده تشهد بذلك، اريد اقدم خبرتي مجانا، يعني ما يريد شيء الا انه يقدم خدمته مجانا للعراق فقط. ما يخلوه وفروا لي الامكانيه انه انطي رايي بهذا، ما انطوا مجال ما يخلوا ابدا، ما يطول، لانه هم مستفيدين، هم لو اجى هذا وكشف المستور وفتح المسارب اللي قاعد تخرج منها الفلوس والامكانيات اللي يجيبوها والاشخاص الموالين لهم اللي يرعون عمليات الفساد، بالتالي راح يخرب شغلهم كله.